بسم الله الرحمن الرحيم. انا كل ما بقفل جهاز الكمبيوتر وبعمل شوت داون او بعمل حتى ريستارت او اي حاجه، بفاجئ ان الجهاز بعد ما بيقفل انه ما بيرجعليش التطبيقات اللي كان عاملها. لكن انا عايز ارجع التطبيقات اللي هو كان عاملها، اعمل ايه بعد ما افتحه مره تانيه؟ باجي ابص هنا ادور على حاجه اسمها هايبر نت موجود في الباور، ما بلاقيهاش. طب انا عايز اعملها، اجيبها منين؟ الاقي الثلاثه دول بس الموجودين، اللي هو السليب وشوت داون ريستارت. باجي ادوس هنا بيظهر لي هنا حاجه اسمها كنترول بانل، بدوس على كنترول بانل هنا، بدخل هنا الخطوه الاولى بدوس على حاجه اسمها سيستم اند سكيورتي. بعد ما ادوس عليها بيديني اختيارات بختار منهم الباور اوبشن. ليه الباور اوبشن؟ هشوف دلوقتي، لان هو الوحيد اللي بيسمح لي بان انا اقدر ادخل اعمل الاختيار اللي انا عايز اعمله دوت. بعد ما بختار السيستم ده تمام اللي هو الباور اوبشن، ببدا ادخل هنا على التشينج. التشينج ده بيديني هايبر نت اللي انا عايزها. طيب انا اسيب السليب واسيب اللوك والكلام ده؟ سيبهم لو عايزهم، لو مش عايزهم انت ممكن تلغي هنا السليب لان ما بستخدمهاش مثلا. طيب ماشي، ممكن تعمل هنا هايبر نت وتبدا تعمل هنا كلمه سيف، وبعد ما بسيف تعال تشوفها موجوده ولا لا. طيب بعد ما اعمل الكلام ده كله ايه اللي بيحصل؟ بتكون موجوده هنا، تعال نبص ونشوف موجوده هنا. اه اصبحت موجوده. يبقى انا لو قفلت الهايبر نت ده من هنا الجهاز يقفل، اجي افتح مره ثانيه الاقي كل التطبيقات موجوده زي ما هي. ان عجبكم الفيديو ما تنساوش في اللايك والشير، واي معلومه جديده ان شاء الله احاول اضيفها لكم سواء كان بالكمبيوتر او بالموبايل، ما تنساوش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.